هل سيخرج الجيش من المشهد السياسي؟ الدعم السريع الآن هو حكم القانون. لكن المدهش والغريب هو الجهود التي يبذلها السفير الإماراتي. في تدخل دولي حميد، في تدخل دولي خبيث. زي ما بقول لهم السودانيين، الجمل ما بالشكل هذا بتاع وجهه، خلينا كلنا نختار. وضع الدعم السريع يعني حتى الآن ما في أي نقاش لتوضيح الصورة. نشهد لكم أنه بازي مشكل كبير جدا في عملية التسليح. يعيش الوفاق الوطني الذي يضم كل أهل السودان الذين لهم حق في هذه الأرض. في تسريبات تحدثت عن أنه هو قال أنه بتعرض لضغوط من المجتمع الدولي للقبول بالتسوية الثنائية مع قول حريات. هو أكثر هو قال نمشي حمد حمام ذكر أمن على البتاع ده نحن نمشي سكنات. القوى السياسية قادرة إن هي تصل للتوافق خلال الأسبوعين ده؟ مطروحة ثلاثة أشياء مطروحة. نعم. سنة مطروحة 18 شهر مطروح والماكسيموم سنتين. عم نقول المدة الانتقالية. فيها ناس كان بيقولوا نجد معاهم أننا نرجع الحكم العسكري يكون حكم مدني كامل. نعم. سيدي الحاجة الثانية. نعم. الحكم لكن الساعة المدني وين عمونه؟ والمدني عند العسكري؟ شهادة اللواء ركن معاش فضل برما ناصر الرئيس المكلف لحزب الأمة القومي. شكرا لك. يأتيكم في الأوقات التالية شاشة البلد.